اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الجهر بالالحاد لمن استطاع اليه سبيلا. اليوم الاخ سعيد من المغرب مجاهر جديد. بالبدايه خلونا نرحب بالاخ سعيد. اهلا وسهلا فيك اخ سعيد. اهلا وسهلا ومرحبا، شرف لي ان اكون بينكم اليوم. تحيه لجميع المشاهدين وتحيه لكم على هذه القناه الرائعه. تسلم تسلم اخي سعيد، تسلم اخي سعيد. بالبدايه اصدقائي، يعني انا بس بدي انوه اليوم مثل ما شفنا قبل ساعتين تقريبا صعاليك محمد طلعوا كمان بالمانيا وقتلوا ناس ابرياء للاسف الشديد، يعني تعازينا لاهالي الضحايا بس للاسف الشديد يعني ما بعرف صراحه. انا بهيك مواقف أنا لا احسن الكلام، لا اجيد الكلام، ما بعرف غير كلمة للأسف الشديد، يعني وصلنا لهالمرحلة هاي. أخي سعيد أنا آسف كثير، يعني نبدأ بداية إرهابية خلينا نقول. شو رأيك باللي حصل؟ ما بعرف إذا شفت الأخبار ولا لا. أتمنى يكون الأخ سعيد عم يسمعني. أظن في مشكلة. وعلى كل حال أصدقائي هو تأخرنا شوي بالبث، يعني في عنده كان الأخ سعيد مشكلة بالكونكشن الإنترنت، فأظن يعني أتمنى ما تم هيك بهالسوء. أخي سعيد إذا عم تسمعني، طيب أنا راح أبعث له رسالة على الفيس بوك نشوف. أنا بتمنى إذا الأخ سعيد عم يسمعني يفصل ويرجع يدخل، ممكن تكون الأوضاع أفضل، يعني البث يكون أفضل من عنده. أنا على كل حال راح أبعث له رسالة للأخ سعيد، وآسفين كثير أصدقائي على سوء الكونكشن، وعم بحكي من كوفي شوب، يعني مو من المنزل. ف أخي سعيد أنت معي؟ أظن الأخ سعيد مو معنا. طيب أنا آسف كثير أصدقائي على هالوضعية هي، الكونكشن شوي ضعيف عند الأخ سعيد، وأنا بتمنى يتصلح الأمر بسرعة ونشوف تجربته للأخ سعيد. بصراحة الأخ سعيد أنا يعني شفت له فيديوهين رائعين باللهجة المغربية، فمباشر أول ما شفت أول فيديو، على كل حال أول فيديو حاولت أتصل فيه وعرضت عليه نسوي حلقة سوا، الأخ سعيد ما قصر نهائيا، مباشر أكد لي إنه ممكن نسوي حلقات كمان حتى إذا طلب الأمر، وأنا بتشكره كثير على الاستجابة. ويا ريت، أنا بتمنى بس مسألة الكونكشن هي نلاقي لها حل ويرجع يتصل فينا. على كل إن انا بس بدي قبل ما لحتى يجينا الاخ سعيد، اظن في عندي شويه مسائل على اليوتيوب. انا امبارح حطيت دعايه لحلقه هيا بنا نضحك على الله يوم التنين القادم، وجدني بعض اراء. انا في راي بصراحه، انا بس بدي يعني أشاركه معكم أصدقائي، هو خلونا نشوف الرأي هذا. الرأي هذا من الأخ من آمنة، آسف، من آمنة عم تقول العنوان خطأ ومستفز، نحن لا نريد استفزاز أحد، نريد تعليمهم وصحوتهم. أول شيء هالمقطعين هذا، نحن لا العنوان خطأ ومستفز، نحن لا نريد، من أنتم؟ يعني قلت القذافي من أنتم؟ كل واحد بيعبر عن نفسه. السيدة آمنة أنا آسف، يعني أنا ما بقدر أمثلك، أنا بمثل نفسي ذاتي بس، إذا أنت بدك ما أستفزن هذا بيعود إليك. عم بتقول كمان
كما أن الكثير من اللادينيين لا ينفون وجود الله وأنا مالي. يعني إذا اللادينيين لا ينفون وجود الله وأنا مالي، يعني لا ينفوا، خلي ما ينفوا، أنا وأنا مالي، يعني شو أنا شو شغلتي أنا، ما لا ينفوا، يعني أنا بالنسبة لي أنفي، وأنا أحب أتمسخر عليه يوميا بصراحة. يعني وعم تقول الإله الذي نريد أن نضحك منه عليه هو إله الأديان، وهكذا الأصح أن نقول نضحك على إله الأديان. رجاء تعديل ضمن نصين مشابهين لكل أطياف. على كل يعني هو اللهجة لهجة فعل أمر يعني، وهذا لا يصلح يعني ست آمنة يعني أرجوك. أنا يعني مثل ما أنت تستفزي من هل في ناس بيستفزوا من العنوان هذا، أنا أستفز لما الإنسان يتكلم معي بلهجة فعل الأمر، يعني أنا فعل الأمر لا يناسبني نهائيا. على كل حال شكرا لك كثير سيدة آمنة، وأنا بانتظار الأخ يوسف، الأخ سعيد، آسف سعيد، أنا بتمنى الأخ سعيد يكون معنا في أقرب وقت. خلونا نشوف، أظن الأخ سعيد في عنده مشكلة. على كل طيب أصدقائي، أنا راح أفتح السكايب وبتمنى مشاركاتكم لحتى يجينا الأخ سعيد، وممكن نحكي بموضوع الإرهابي هذا اللي صار. بصراحة أنا ما شفته، ما انتبهت، يعني قبل ساعتين شفت الخبر، كان عاجل وكانت عم بيقولوا وكالات ألمانية تقول إنه الضحايا وصلوا لل 15، وأنا ما شفت شيء من اللي صار يعني، ولكن يبدو إنه هجوم إرهابي ندل من صعاليك محمد مرة أخرى. طيب أنا راح أفتح سكايب، وأنا قبل ما نفتح سكايب بتمنى الأخ سعيد يرجع لنا ونقدر نكمل الحلقة مثل ما هي، يعني مثل ما يعني رتبنا له، وأنا أتمنى يكون وجوده بكل سرعة بكل. الأخ جانو بعث لي رسالة أظن. Hello John, are you there? I'm here if you wanna call. I'm ready to hear you, my friend Jano. I wish you call. طيب خلونا نروح على التعليقات لنشوف إذا في أي تعليقات على الحلقة. أنا آسف كتير أصدقائي على هال. طيب عنا اتصال من الأخ جانو، شكرا كتير. تفضل جانو. حبيبي جانو، تفضل جانو، تفضل. ما بعرف كيف ابدا. مره ثانيه الخفافي شد ظلام طلعوا وهم يقتلون بالابرياء. انا في سؤالي للاشخاص اللي بيدافعون عن الاسلام، اذا كان اخوك ابنك اي حدا من اقاربينك موجودين في هذا المكان وقتلوا، شو كان راح يكون احساسك؟ يعني كيف راح تتصرف؟ هذه الأشخاص اللي قتلوا، عنهم أهل، عنهم أسرة، عنهم أبناء، ولا تيجي تقولي إنه يخربون دولنا، هم أصلاً ما لهم دخل بدولكم. أنت بإيدك تبني دولتك وأنت بإيدك تخربها، وما شفنا من الإسلام غير الخراب. من يوم تأسيس هذه الديانة إلى يومنا هذا، هل من يوم من الأيام سمعت إنه الإسلام بنوا شيئا؟ لا، فقط خراب. يا سيدي جانو بصراحة أنا بحس إنه هدول مثل الواحد اللي بعض إيد اللي تمدت له يعني. بالضبط يعني قبل سنة السنة الماضية يعني ما وصل لزمان فترة الهجوم اللاجئين يعني. ألمانيا هي الوحيدة اللي حضنت كل اللاجئين أهلا وسهلا وفتحت أبوابة، ومع ذلك يعني ما خلصوا من إرهابهم من نجاستهم يعني. اليوم ولا راح يخلصون. انا كثير مرات لما بناقش بقول للاوروبيين انه
ما بيسمحوا انه يفتحون الجوامع، بالعكس انا مع انه يسكر الجوامع اللي كانوا بانينها من قبل كمان، لان هذا مدارس الارهاب، مدارس الفتنه، مدارس الموت. بالضبط بالضبط اخي خانو، مدارس الموت مثل ما وصفت حضرتك. بصراحة بتألم بكل أعماقي، يعني شنو الذنب هذا الأبياء؟ واحد رايح يشتري أشياء أغراض للبيت ويموت. للأسف الشديد يعني تصور إنسان هلأ نكون مثلا أنت شخص سعودي ولا عراقي ولا سوري ولا مصري، تفتح بوابك للأفارقة مثلا، صار عندهم حرب وانت ما عندك حرب، صار عندهم حرب اجوا دخلوا شلتهم من الشوارع من الموت، انقذتهم، طعميتهم، حط عطيتهم فلوس، لجأتهم، سويت لهم سقف يناموا تحته، وتاني نهار يطلعوا يشيلوا عليك الرشاش وضر يقتلوك، يقتلوا اولادك، يقتلوا جيرانك. يعني اذا في لئم أكثر من هيك ما هو؟ يعني شو هو اللئم؟ إذا ما هذا ما هو لئم، شو هو عض الإيد اللي بتمد؟ يعني مثل ما قال المثل، يعني إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. وهذا هدول اللئام اللي يعني الإسلام ما علمه غير اللؤم والنجاسة للأسف الشديد. يعني كنت بسيطة جانو، بسيطة بسيطة بسيطة. لابد ما تتفتح العقول، وهل النجاسة هي ندفنها تحت الأرض بمليون كيلومتر من هالأنجاس هذول، من هالزبالة، زبالة العصر هذول اللي شوهوا الأخلاق الإنسانية للأسف الشديد، شوهوا كل شيء جميل. أليس هذا الدليل واضح على كره هذا الدين للإنسانية؟ أليس هذا دليل واضح على عدم اللامبالاة وكل الصفات السيئة لهذا الدين؟ يعني الإنسان هو المقدس وليس الأديان. الأديان نجسة، الأديان نجسة بكل المعايير. أسوأ من الموت. ف مثل ما بيقولوا عندهم مثل طلاق الدنيا مهر الجنة، طلاق الدنيا مهر الجنة. خلي الناس يعيشوا، احنا ما بدنا الجنة، ليش تخرب على الناس؟ عشاق الموت، عشاق الموت هذول الوجه الشرير للإنسانية للأسف الشديد. يعني لو يفهموا إنه وراء شيطان يمشون، يعني بس لو يفهموا هالنقطة هاي إنه هن يمشون وراء الشيطان. يعني مين في الدنيا يفكر إنه إنسان ياخدك كضيف، ينقذك من الموت، يعطيك، يطعميك، يشربك، يحميك من اولاد جلدتك انه يقتلوك اول ما تدخل لعبيته، تدفى شوي تقوم تقتل فيه تقتله. يعني مين غير اللئيم ساوي هيك؟ تريد تعبد الله ومحمد، لا تجي لاوروبا، روح عند الكعبه مونيك، الكعبه النجسه، روح نجاستك حطها عند الكعبة النجسة، تنجس هنيك حوالي الكعبة، لا تجي عند الناس الإنسانيين وتحولهم. بالعكس يعني هلا للأسف الشديد تعرف جانو إنه اللي عم بيصير ردة فعل. يعني هلا إذا بتشوف تعليقات الألمان، أنا مثل ما قريت على الفيسبوك أحد الأصدقاء كاتب تعليقات الألمان، يعني تبشر بحرب طائفية إلا شوي، يعني من هالقبيل حرب شوارع تصير بين
يعني اليوم اليوم اذا الالماني ترتشي وبتصير تهديد للامن القومي او تهديد للمواطنين. انا لست اوروبيا، لكنني انا نفسي اطالب انه الشخص اللي يسوي هيك لازم يدفع الثمن مثل ما كان يسوي صدام. يعني اذا شخص كان انتمى لحزب معين المعارضة كان بيخرب بيته، يعني البيت هو سجن. نفس الشيء لازم يسوون هيك الأوروبيين، لأن هذا الفكر ما لها أي حل آخر. خلي يقول إنه أنا متطرف مشان الإنسانية، مشان أدافع عن كرامة الإنسان. يعني مثل ما بقول التطرف يجبر الناس انه يتطرفوا ضدهم غصب عنهم. يعني اوروبا وصلت لمرحله من الانسانيه بصراحه، يعني حسدت عليها. يعني ما بعرف اجوا هالاوباش هذول بده يرجعوا البشريه الى سابق عهدها في العصور الوسطى. يعني بدل الإنسانية تبنى يعني حتى وصلت الإنسانية لهالمرحلة، مثل ما قلت طلعت عين الإنسانية وحتى وصلت لهالمرحلة. هذه الأشياء اللي هلا عم يصير قالها الأستاذ حمد عبد الصمد قبل ما يجي الهجرة الجماعية تبع المسلمين، قال إنه لازم تأخذوا بالكم من هيك شيء. هلا عم يدفعوا الثمن وهذا الشيء راح يستمر. لازم الوقاية كيف بيصير؟ انه لازم تكون تحت الانظار، واي شخص اي علامة تجيها، يعني علامة انه حدا يكون بيصلي، لازم خلاص ما يفلت من العقاب. بالضبط. انت تروح تصلي، تروح تقتل الناس اقوى صلاتك. صلاتهم اصلا يتوضؤون بدماء الناس، يعني انه يتوضؤون بدماء الابرياء. طيب جانو، انا بتشكرك كثير على الاتصال حبيبي، ومثل ما بقولوا خلينا على الاتصال، واكيد انت ما بتقصر، يعني انت يعني بيضت مثل ما بقولوا. شكرا كثير لك جانو. حبيبي. طيب، في عندي تعليق من الأخ أحمد علي عم بيقول: اختيار موفق لضيفك العزيز، أنا آسف كتير. يعني أخوي سعيد أظن هلا بعت لي كمانك رسالة عم بيقول فيها أنه ما عم بقدر يدخل على الخط. ليس مسموحا لي بالاتصال. بصراحة يعني أنا راح أحاول بلكي أرجع. بصراحة ما بعرف كيف صار، يعني هيك. أنا آسف كتير أصدقائي، أنا بتأسف كتير، وأتأسف لأخوي سعيد. ما بعرف يعني شو صار بالمسألة. الوضع طبيعي عندي هون، ما في أي مشكلة عندي هون، بس ليش صار هيك ما بعرف. كان الاتصال غير جيد، والآن ما في اتصال نهائيا. أنا بتمنى يرجع الأخ. طيب راح أكتب له كمان وآسف كتير. أنا بتمنى الأخ يبعث لي إيميله، حتى الأخ سعيد يبعث لي إيميله حتى أقدر أبعث له إيميل، يعني ممكن تكون طريقة تانية. يعني في عندي بصراحة في قصيدة أنا بدي
من شوي صحيح أنا كنت أستمع للأخ خلف يوسف، كان طالع فيديو ويعني حق معه بصراحة، حق معه بكل معنى الكلمة اللي حكى على هلال أو باشا دولي. فعلقت له بتعليق على بقصيدة على الفيديو، قصيدة بني يعرب، هدول هن العرب، العرب هدول هن. أنا لا يعني لا أتكلم بمنظور عنصري نهائيا، ولكن هذا الوضع للأسف الشديد، أنا ضد العنصرية، ولكن هذا هدول هن العرب للأسف الشديد. قصيدة أنا كتبتها لأول مرة، بقولها قصيدة كاملة ك يعني صوت، أنا كاتبها كتابة من زمان، ولكن صوت ما سجلتها نهائيا كاملة إلا في حلقة جزء منها. فالقصيدة بتقول: عرب عرب، جرب جرب، شيمتهم الخيانة وقلة الأدب، لسانهم طويل وفهمهم قليل، وعقولهم مدفونة بين السرة والركب. عرب عرب، ولا يعرف لوجودهم في هذا الكون أي سبب، ولا يعرف لهم لا أصل ولا فصل ولا نسب، غزاة حفاة عراة، هذا ما قرأناه لكل من للتاريخ قد كتب. كائنات لا ينقصها سوى رسن وسرج وذنب، عرب عرب، جرب جرب. هاي قصيدة، أتمنى تكون عجبتكم. وأنا على كل حال الأخ سعيد بعث لي إيميل، أحاول أضيفه هون، ممكن أتمنى الطريقة تشتغل يعني بالسلاسة وما يصير عنا أي مشاكل. أتمنى يكون وصله الأخ سعيد الإيميل، أنا بعثت له الإيميل، أتمنى يكون وصله ويرجع يتصل فينا. أسفين أصدقائي على هال طيب، في عندي الأخ جورج عم بيقول هو موضوع عن إيه. بصراحة أخي جورج، الموضوع هو كمستضيفين الأخ سعيد من المغرب، هو مجاهر جديد وكنا حابين نسمع تجربته، لكن للأسف الشديد الكونكشن شوي ضعيف نهائيا. فإذا بس خليني أتصل فيك، يا ريت رد علي. وأنا بتمنى الأخ سعيد يكون موجود معنا ويدخل، انا بعثت له الاستضافه ويا ريت يدخل معنا. هلو جورج. هلو جيم حبيبي، كيفك؟ تمام، مساء الخير عليك وعلى سعيد وعلى الاخوه المستمعين والمشاهدين. مساء الخير، مساء الخير جورج. جورج بصراحه هو مثل ما قلت موضوعنا كان يعني مستضيفين الاخ سعيد وتجربه جديده مع الدين، ف بس للأسف الشديد الكونكشن ما ساعدنا، في خربطة صار ومع أنه جربنا الوضع قبل الحلقة وقبل يومين، يعني جربنا الوضع، ولكن للأسف ما بعرف شو صار يعني. فجورج شو بتقول بهالأحداث الإرهابية اللي صارت؟ يعني ما فيش حاجة في الدنيا أوضح من كده يعني، بالنسبة للجماعة اللي هم بيقولوا زي احمد ما كان بيقول معاك في من حلقتين ثلاثه فاتوا، ان الناس اللي عمالين يقولوا ده دين تسامح والناس اللي فاهمينه غلط وباد انتربريتيشن وكل الوجع القلب ده، مفيش اوضح من كده بالضبط. يعني بالضبط، عايزين ايه تاني عشان تعرفوا ان ده دين لا يعني يجب القضاء عليه من العالم؟ عايز الناس مستنيه ايه تاني؟ حتى للناس فتحت لهم ابواب بلادهم واستقبلوهم وعملوهم بني ادمين وهم اصلا جرابيع وحوش وكلاب بني كلب، هؤلاء
رايحين بعد ما اتفتح لهم بيت واتفتح لهم دولة واتعمل لهم مكان ونادمين فيه، لكن لان هم مش بنادمين واشكال زبالة رايحين يفجروا في الاماكن ويضربوا نار ويقتلوا الناس ويدهسوا الناس بالسيارات. يعني انت منتظر ايه تاني عشان تعرف ان هذا دين همجي بربري يحول كل اتباعه الى مسوخ واشباه بشر؟ ما فيش اوضح من كده. وبالنسبه للناس اللي بتقول على ترامب عنصري او يعني بصراحه انا مع الراجل ده قلبا وقالبا. انت ما تقدرش تفتح بلد فيها ناس امنين، بلد فيها ناس عايشين كبني ادمين، عايشين كانسان محترم يعامل اخيه الانسان المحترم زيه، تفتح هذه البلاد لشويه جرابيع وغوغاء وحوش جايين من هذه المناطق البلهاء من العالم. طيب شكرا كثير جورج، انا بتشكرك كثير. الاخ سعيد اجى معنا واسفين اصدقائي للعطل هذا. جورج رح نتصل فيك بعد شوي ونشوف اذا دخلاتك. سعيد معنا هلا وخلونا مشان نبدا الحلقه و20 دقيقه صار للاسف. شكرا شكرا كثير لك جورج. اخي سعيد اسفين كثير كثير على العطل هذا اللي صار. ولا يهمك. تسلم يا طيب. اخي سعيد نحن ببرنامجنا هذا ما بعرف اذا عندك فكره عن البرنامج، هو بنحكي تجارب المجاهرين مع الدين. كيف خلينا نبدا من الطفوله، كيف تعلمت الدين؟ كيف علموك اهلك الدين؟ كيف تربيت؟ شو كان الدين بالنسبه لك كطفل؟ تفضل. بلا عيون، كانت فقط جدتي هي التي تصلي، وكانت حجت الى البيت الحرام، لكن ما كان عندنا تدين في العائله. ففي مرحله من المراحل اعتقد السنه الرابعه كان والدي يشجعني كثير على حفظ القران. كان كنت دائما اشوفه يبكي لانه ما اتيحت له الفرصه للدراسه، فهو كان يتعلم ولكن كان الوحيد الاب، كان وحيد الاسره، فابوه خاده من المدرسه حتى يساعده في الفلاحه، لان ابي كان فلاح. فكان دائما يبكي ويبدي حب كبير للعلم، لكن في نفس الوقت كان يعتقد ان العلم كان يؤمن بجميع العلوم، يعني ليست فقط العلوم الدينية، كان يحب حتى العلوم الأخرى، رغم أنه لم يكمل دراسته ولم يعني كان مبتدئ جدا، لكنه كان منفتح على جميع العلوم، وكان يشجعني على حفظ القرآن، فوعدني بوعد، قال لي إذا 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 عملت شيء أشتري لك المصحف. في السنة ابتدائي، نعم السنة الثالثة أو الرابعة ابتدائي، ما كان عندنا مصحف في البيت، ف يوم السوق احنا عندنا سوق اسبوعي، يعني اشترى كل شيء ونسي المصحف. فلما كنا في الرجوع قلت له لازم المصحف، فكانت اول مره ادخل في حاله خصام مع والدي على المصحف، فقلت له انا ما راجع للبيت حتى اخذ المصحف. وكان فيه مفاوضات، استسلم والدي لاول مره، والدي يستسلم ولاول مره ادخل في صراع مع والدي اصلا. فالمصحف كان شيء كبير. ولما جبت المصحف في السنة الثالثة أو الرابعة ابتدائي ما أذكر، فيعني صرت أقرأ فيه على طول. طبعا إحنا في المغرب عندنا مادة اسمها مادة التربية الإسلامية، وحتى المقررات الأخرى مستمدة من الدين، فإحنا ندرس دين كثير في المدارس، رغم أننا مدارس عادية لكن ندرس فيها دين كثير، ثقافتنا كلها ثقافة دينية. فلما تدرس الدين اعتقادك الأول أن هذا الناس الآخرين غير المؤمنين فقط لأنهم لم يدرسوا، فهمت؟ فأنت تعتقد أن الجميع لا يعرفون ما تعرف أنت، فتسعى إلى نشر الثقافة الدينية بين الجميع. لكن أحيانا الثقافة الدينية لا تكفي في نظرك، حتى إذا كنت طفل صغير أنت تعتقد أنهم ليست لهم الإرادة، ليس لديهم العلم أو ليست لديهم الإرادة، فتعمل كل ما في جهدك حتى تقنع الآخرين. أنا كنت مجتهد كثير، كنت ذكي كثير وكنت مجتهد كثير،
يعني حالة استثنائية. فصرت وحبيت النضال الفكري. كان في خالي يعمل نفسه ملحد، هو ما دخل المدرسة أبدا، بس يعمل نفسه ملحد حتى يعطيني فرصة للنقاش ويكون فيه نقاشات مطولة أمام الأسرة، فأنا أحاول أقنعه وهو يعمل فيها ملحد. بس هو ما درس أبدا ولا شيء، يحاول يستخدم عقله. فأنا كنت أجد تلك الجلسة كانت جلسة ممتعة، لأن خالي يطرح أسئلة عميقة وأنا أحاول أجيب عليها من الدين. ففي تلك المرحلة ظهر طاقة. يعني بصراحة سعيد، شيء ممتع أنا أسمع هيك. أول مرة أسمع أنه الطفل هو بذاته يجبر والده أنه يشتري له مصحف. يعني هي بالعكس، بنشوف الجاري اللي عليه، يعني بالعكس الأبهات هن بيجيبوا الأولاد تعا تعلم القرآن أو تعا تعلم الصلاة. أو بهالمرحلة إمت بدأت بالصلاة أخ سعيد؟ بدأت في الصلاة في هذه المرحلة، يعني في حوالي 11 سنة أو 12 سنة في عمري، لا أقل من 11 سنة بدأت الصلاة. ثم ربما في 9 سنين بدأت الصلاة، 9 سنين بالضبط. ثم لم تكن لدي الإرادة لأن الصلاة شاقة، الوضوء خصوصا الوضوء في البادية، الوضوء شاق، ليس لدينا حتى ما يكفي من الماء. هي صراحة تعذيب وعمال شاقة، يعني هو بس يفكر فيها الإنسان عمال شاقة. نعم. ففي السنة السنة الرابعة ابتدائي، السنة الخامسة ابتدائي كنت أصلي، بس مرة أصلي ومرة أشعر بحالة من المخل يعني. ففي السنة السادسة، في السنة السابعة يعني السنة السابعة ابتدائي، رحت يعني سافرت، ما بقيت ساكن مع أهلي، غيرت محل السكن لأنه عندنا ما يسمى بالقسم الداخلي، لازم تهاجر إلى مدينة أخرى حتى تستفيد من القسم الداخلي وتعيش على حساب الدولة، يعني تسكن بعيد عن أهلك خالص. فلما سكنت بعيد عن أهلي خالص، كنت في البداية في 3 أشهر الأولى كنت أقضي وقت في القراءة، قراءة العلوم، وكنت مغرم جدا بالعلوم. أذكر كتاب اسمه الأداة والآلة، موسوعة كبيرة جدا اسمها الأداة والآلة، درستها وفهمت جميع الآلات كيف تشتغل، يعني كنت مغرم بالعلوم وكنت مغرم بالخيال والقصص، أقرأ أي شيء أدرس. أذكر أنني قرأت كليلة ودمنة في يوم واحد، في جلسة واحدة. واو. حتى ما عادت لدي القدرة لأغمض العينين أو أفتحهما. لما انتهيت من قراءة الكتاب كنت غير قادر على غلق أو فتح عيني، مش يدفتح. واو. فكنت محب للقراءة. ثم أنني كنت رسام، كنت أرسم لوحات فنية، كنت يعني خصوصا التجسيد، كنت أرسم بورتريهات، يعني ممكن تتعرف على الشخص من الرسم تماما، يعني كنت أرسم أشخاص وأرسم لوحات بدقة كبيرة جدا. ففي يوم من الأيام كان فيه تلميذ في المستوى اللي أعلى مني، فراح جاب لي رياض الصالحين. أنا ما كنت قرأت رياض الصالحين من قبل، رياض الصالحين للنووي وتنبيه الغافلين، فهذه الكتب هي كتب من التراث. وطبعا في السابعة ابتدائي ما عندي قدرة على تمييز الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، فقرأت رياض الصالحين وترسخ كله في ذهني، ليس حرفا حرفا لكن ترسخ كله في ذهني. يعني ما كانت لدي ذاكرة قوية جدا فيما يتعلق بالعلم، ليس بالأشخاص ولكن بالعلم. فكما أن تنبيه الغافلين كان أصعب لأنه مليء بالخرافات، فكان أصعب يترسخ في الذاكرة، لكن رياض الصالحين حفظته بسهولة، ترسخ في ذهني. فكان تعلمت منه أن الرسم حرام، فصرت إلى لوحاتي ومزقتها جميعا إلا لوحة واحدة لم أعثر عليها. مزقت اللوحات وصرت يعني مواظب على الصلاة ومواظب على الدين، وكان لدينا أستاذ سلفي متشدد يعني، وكان لا يتكلم إلا باللغة العربية.
لما رأى التزامي صار يخاطبني سيد سعيد. احنا ما عندنا في المغرب كلمة سيد نهائيا، نقول السي بالدارجة، نقول السي شخص كبير شخص محترم، لكن الأستاذ لما رأى تديني صار يخاطبني سيد سعيد ويحترمني كثير، لأنني كنت أدرس جيدا وكنت متدين جيدا، فكنت تلميذ نموذج لما يريد هذا الأستاذ تخريجه، لما يريد البحث. تشبعت بالثقافة السلفية من هذا الأستاذ، تشبعت بقراءة كثير من الكتب، فصرت متدين، لكن استمريت في قراءة كتب العلم ولم أنتمي إلى أي تنظيم. الأستاذ شبعني بالثقافة السلفية لكن لم يكن يؤمن بالتنظيم السلفي، فما انخرط في التنظيم. صراحة أنا كنت أجي على السؤال أخي سعيد، يعني أنا بهالعمر هذا، بعمر مثل ما بقول المراهقة وال مش يعني مندفع بشكل كبير، وأنت وصلت لهالمرحلة هي من الإيمان والسلفية، شو السبب اللي ما خلاك تنتمي لأي تنظيمات أو أي تنظيم من التنظيمات المعروفة؟ لم أفهم جيدا، لم أفهم السؤال جيدا. سؤالي انه بهالعمر هذا بعمر المراهقة، وقد انت كنت سلفي وتقرأ وتدينت بشكل كبير، يعني شو السبب اللي ما خلاك ما تنتسب للتنظيمات، التنظيمات الإرهابية المعروفة؟ أستاذي السلفي لم يكن يؤمن بالتنظيمات، كان يعارض التنظيمات، فلم يقترح علي الانتماء لأي تنظيم. هو كان سلفي فكان يستغل فرصة في التربية الإسلامية، لكنه لم يكن يؤمن بالتنظيمات، كان يعارض مسألة التنظيمات السلفية، يؤمن بالسلفية كمنهج لكن لا يؤمن بمسألة التنظيمات، ويعتبر أن الفرق كل جميع فرق فرق ضالة، الفرقة الوحيدة الناجية هي الفرقة التي تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت 3 سنوات يعني مليئة بالعلم، مليئة بالاطلاع. في السنة الأولى ثانوي، يعني السنة 10 من الدراسة، السنة الأولى ثانوي، انتقلت إلى مدينة أخرى تسمى مدينة الجديدة. فلما انتقلت كان مقعد شاغر ينتظرني، يعني كانوا مجهد، يعني كنت أصلا موجود في تقارير العدل والإحسان، موجود يعني المقعد موجود، فلان سيأتي من سيدي بن نور إلى الجديدة سينخرط معنا في التنظيم، لأن التلميذ الذي شجعني على الخراط في الدين كان سبقني إلى هذه الثانوية، أنه كان أيضا مجتهد، كان تلميذ مجتهد أيضا. أنا كنت أحصل على المرتبة الأولى في الثانوية، كنت مجتهد جدا. فلما انتقلت اخترت الشعبة الخطأ، اخترت شعبة الكيمياء، والكيمياء غير مثير، علم غير مثير، يعني ليس كالإلكترونيك، ممكن بعد دراسة سنة من الإلكترونيك تصير تعدل دارات، تصير تعدل أشياء، أو الكهرباء ممكن تصير تعمل أشياء ممتعة، بس الكيمياء الشيء الوحيد الممتع اللي ممكن تعمله انفجار، تفجر شيء. أظن بناسب السلفيين كثير، بناسب المؤمن التقي، يعني الكيمياء. نعم، هو مهم جدا للمؤمنين، لأنه تعلمنا كيف ننشئ الكثير من التفجيرات في هذه المادة، لكن الروائح كانت كريهة أيضا. صحيح. أغلب المواد الكيميائية ذات روائح كريهة جدا، فما كانت ممتعة. فهنا بدأت رحلة جديدة مع العدل والإحسان، يعني بدأت الجلوس معهم. في السنة الأولى أمضيت فترة يعني أنت لا تدخل في لا تنخرط مباشرة كعضو، لازم تمر من فترة تدريب مهما كنت. أخي سعيد، هو الصوت شوي رجع يكسر. يعني في كثير ناس ما بتعرف الإحسان والعدل. أنا أتمنى الأخ سعيد يكون يسمعني. أخ سعيد الآن أسمع. تمام. كنت عم بقول إنه في كتير ناس ما بتعرف. أنا بقى شخصيا يعني ما عندي بصراحة فكرة كاملة عن الإحسان والعدل.
شو هن، مين هن الاحسان والعدل؟ اذا بس تشرح لنا بشكل مختصر وتعطينا، وبعدين تحكي لنا عن حكايتك مع الاحسان والعدل، تفضل. فهو في المغرب هناك ثلاث تيارات اسلاميه رئيسيه. يعني تنظيمات كثيره وبعضها لا يؤمن بالتنظيمات اصلا. وهناك العداله والتنميه الان في الحكومه، وهي الاسلام التقليدي، اسلام الفقهاء التقليديين، تشبه لي راشد غنوشي قليلا، تشبه لي الاخوان المسلمين قليلا. المهم ينتمون الى الاسلام التقليدي الذي يحاول ان يمزج بين التراث والواقع. وكانت في جماعه العدل والاحسان، وهي جماعه صوفيه تشبه غولن الذين حاولوا القيام بالانقلاب في تركيا. يعني تكون رؤيتها السياسيه غامضه مثل غولن تماما، رؤيه سياسيه غامضه، يؤمنون بخلاف عالم صوفي. الاساس هو اساس صوفي، وينظرون الى السراد على تربيه الشخص وتربيه النفس وانتظار الفرصه التاريخيه للقيام بقومه يسمونها القومه، وهي المرادف الاسلامي للثوره، ونموذجهم في ذلك الثوره الايرانيه. لكنهم صوفيين. انا شخصيا كان عندي حيوية كبيرة جدا، فأي تنظيم راح يختطفني، فكر يختطفني، راح يختطفني من الجلسة الأولى، ما عندي مشكل، كنت جاهز للاختطاف، حيوية كبيرة جدا، يعني قابل للاقتناص، القنص قابل للاقتناص من قبل أي تنظيم، لأن ذهني كان لا يزال طريا ومنفتحا. فمن حسن حظي او من سوء حظي انني اقتنصت من قبل العدل والاحسان. لا ادري حقيقه هل كانت، بل كيف كانت ستكون يعني المستقبل الاخر، لا ادري كيف كان سيكون. المهم انني حظي كان العدل والاحسان. فكانت ايام طيبه، يعني السنه الاولى مررت فتره التمهيد، نجحت بنجاح. طبعا في السنة الثانية كنت مسؤول في الثانوية، عندنا مسجد في الثانوية، فأصبحت المشرف على المسجد والأنشطة التابعة للمسجد، كانت مواعيد، دروس، مسابقات، أسبوع ثقافي، إيقاظ جميع السكان إلى الصالات داخل المؤسسة الداخلية، كانت 500 مقيم، 500 مقيم. فكانت مهمتي أنني أحاول استقطابهم للدين جميعا خصوصا ممكن، ثم إيقاظهم للفجر، من يصلي إيقاظه للفجر حتى تيأس أنه لا يمكن أن يستيقظ. هناك من تحاول معه 10 مرات 7 مرات وتوقن هذا الشخص لن يستيقظ أبدا، فينتهي الأمل. فأنت تعرف كل شخص أين ينام، وهل يستيقظ للفجر أو لا يستيقظ، وهل يصلي أو لا يصلي. يعني لديك خريطة لـ500 شخص كلها في دماغه، وتقوم تنفذ دروس. يعني دروس كان لدينا موعدتين كل أسبوع، موعدة بالاثنين وموعدة بالخميس، ودرس بالجمعة، موعدة بالاثنين وموعدة بالأربعاء ودرس بالجمعة. الدرس يكون في المسجد، حلقة يحضرها حوالي 50 تلميذ، 60 تلميذ، 100 تلميذ، حسب أهمية الدرس، حسب هل هم متفرغون أم لا. طبعا هذا الشيء كان كله تشرف عليه لجنة تسمى لجنة المسجد، وأنا كنت أشرف على لجنة المسجد، فيها إمام، فيها مؤذن، فيها مكلف بالخزانة، فيها مكلف باللجنة الثقافية، فيها مكلف بالمواعيد والدروس، فيها مكلف بتنظيم الصيام. يعني لجنة كبيرة جدا، وننسق العمل، يعني نقوم بعمل جبار جدا في هذا الثانوية. وهذا كله في مرحلة الطفولة، يعني ما بين 14 سنة و 17 سنة. 17 سنة، المفروض 17 سنة أو 16 أظن. نعم، ما بين 14 و 17 سنة. ف
ففي خلال سنة كانت عندي 16 سنة استقطبت حوالي 100 عضو إلى جماعة العدل والإحسان من هذا الثانوية. طبعا بعضهم لم يصمد، تراجع، لأن العدل والإحسان تركز على الصلاة والصيام يعني تكاليف كثيرة جدا، فبعضهم لم يستطع الصمود تراجع، وبعضهم استمر وكنت في سنة البكالوريا لما كانت عندي 17 سنة أصبحت أقوم بما يقوم به النقباء، لم يكن لدي الحق لأن أكون نقيب، كنت مجرد خروف لا أعتبر كبش، لكن مع ذلك كان علي القيام بدور الكبش يعني قيادة القطيع، فكنت أقوم قيادة القطيع يعني 3 دروس 4 في الأسبوع لأسر نسميها الأسر، كل أسرة تتشكل من حوالي 10 أفراد ولازم تعطيهم دروس بنفسك، طبعا أشخاص آخرين لديهم أكباش أخرى لتأطيرهم، ف يعني كانت وحفظت 30 حزب من القرآن في يعني في ظرف 3 سنوات حفظت 30 حزب من القرآن، استقطبت حوالي 100 فرد، أصدرت مجلة خاصة بالمؤسسة بمسجدنا، أول مرة مجلة مطبوعة أتمنى يتصلح الصوت. أخي سعيد، أسمعك بتقطع رجعت المشكلة بالصوت. طيب ممكن هلا يكون صلحوا من عند أول مجلة أصدرت مطبوعة كنت توزع عن المسجد. قلت أصدرت مجلة خاصة بالثانوية وألقيت محاضرات، أذكر أن أشهر محاضرة كان عليها إقبال بمئات التلاميذ كانت محاضرة حول جلباب أو حجاب المرأة وشروطه 8. الشروط 8؟ نعم، الشروط 8 لجلباب المرأة المسلم، وفي الحقيقة كانت أغلبها مقتبسة من كتاب للألباني اسمه جلباب المرأة المسلمة. يا ريت سعيد قلنا على الشروط 8، تفضل. في الحقيقة ذاكرتي الآن ضعيفة، لكن أذكر أنه يجب أن لا يشف يعني غير شفاف، وأن يكون غير ضيق، وأن لا يظهر إلا الوجه واليدين، وأن لا يكون رائحة، وأن لا يكون جذابا يعني مزكشا جذابا، هذه من هذه الشروط 8 حتى لا تتحول المرأة إلى قنبلة. رائع يعني انا بصراحه لما اسمع سعيد، بصراحه لما اسمع التجارب الانسان المتدين لهالمرحله هي اكون سعيد. يعني ليش؟ لانه في امل كبير انه مهما وصل معك التدين، مهما وصلت، ولكن العقل سوف يدق الباب يوما من الايام ويقول لك انا هنا على الباب. اخي سعيد، لوين وصلت بمرحله التدين؟ لوين وصلت؟ يعني خلينا نصل للقمة، بس خلينا نقول. ممكن تعيد السؤال من فضلك؟ سؤالي انه لأي مرحلة وصلت بالتدين؟ وصلت صرت شيخ مثلا، شيخ جامع، اكثر من هيك، في بالقمة؟ احنا في المغرب احنا عندنا جامعة واحدة تخرج العلماء، فقط جامعة واحدة معترف بها رسميا تخرج العلماء تسمى جامعة القاهرة، أما الشيوخ فهي ظاهرة مستوردة من المشرق، إحنا ما عندنا شيوخ، يعني الشيخ هو فرد عصامي يفرض نفسه وسط في الوسط العلمي الإسلامي، ممكن فقط تكون لحية طويلة، ممكن فقط يكون شخص تكفيري، ممكن فقط أتيحت له الفرصة ليلقي خطبة الجمعة، فالشخص غير مرتبطة بمؤهل أكاديمي، مسألة شيخ غير مرتبط بمؤهل أكاديمي. في المغرب كان عندنا نظام يسمى نظام العالمية،
يكون حوالي 16 سنة دراسة في جامعة القرويين. وهذا العلم من هذا النظام هم قلة قليل جدا ولديهم رتبة دكتورة. فأنا كنت أنا ما درست في حاصل على إجازة في الدراسات الإسلامية، أنا درست التعليم الأكاديمي الحديث. التعليم الأكاديمي الحديث فيه باشلر ماستر دكتوراه، يعني ما فيه كلمة شيخ، ما فيه كلمة عالم. فأنا عندي باشلر في الدراسات الإسلامية، ده مرتبتي، بس قوموا به الشيوخ، فكان بإمكاني يكون شيخ. يعني الأمر بسيط جدا، لا يحتاج إلا قليل من الجرأة وكان منه الكثير، القليل من العلم وكان لدي منه الكثير، فلم يكن من الصعوبة أن أصبح شيخا. لكنني لم أكن أميل لهذا التيار. بعد حصولي على الإجازة أصبحت أستخدم عقلي، والشيوخ يعني العلماء الذين لا يتم الاعتراف بهم بسهولة في المشيخة، لا يسمونهم شيوخ ببساطة. يجب أن تردد خرافات ليسموك شيخ، إذا لم تردد خرافات لا تسمى شيخ. الشيخ هو شخص ببغاء، الشيخ هو ببغاء، إذا حاولت استخدام العقل لن يتم الاعتراف بك كشيخ. الآن في المغرب لدينا شيوخ دكاترة مثقفون جدا، لكن لا في الإعلام لا يتم الاعتراف بهم كشيوخ فقط لأنهم يستخدمون العقل. من مثل مثلا الأستاذ بوهندي، الدكتور بوهندي. الدكتور بوهندي هذا يقول أن صحيح البخاري في أحاديث ضعيفة، وهو متخصص، أستاذ متخصص، لكن لا يقولون له شيخ. فهمت؟ فإحنا في المغرب عندنا نظام مختلف عن السعودية، ما عندنا مسألة شيوخ. حتى عبد السلام ياسين كان مرشد جماعة العدل، يسمي نفسه مرشد جماعة العدل والإحسان، ولا يسمي نفسه شيخ جماعة العدل والإحسان. عبد الإله بن كيلان يسمي نفسه أستاذ ولا يسمي نفسه شيخ. فكما قلت أنا كنت دارس، لدي دراسة، درست جميع العلوم الإسلامية، يعني جميع كلها ندرسها في شعبة الدراسات الإسلامية التي حصلت فيها على الإجازة أو الباشرة، نسميه في المغرب الإجازة. فلدي اطلاع واسع على العلوم الدينية جميعها، وأمضيت 10 سنوات مسؤول فيها، كنت قيادي، كنت مسؤول على كلية، كنت أنا الكاتب العام للتعاضدية في هذه الكلية، وكنت مسؤول على جميع الطلبة والطالبات في هذه الكلية، وكنت مسؤول على تلاميذ وتلميذات وجميع التلاميذ وتلميذات وشباب مدينة الجديدة. يعني كنت نائب مسؤول قطاع، لأنني أنا كنت المسؤول الحقيقي، لأن الشخص آخر لم يكن شابا وفقط لوضع التوازن في الدائرة السياسية. فأنا كنت مسؤول في الدائرة السياسية على قطاع الشباب في مدينة الجديدة كلها، مدينة الجديدة والنواحي. فكانت لدي مسؤولية كبيرة في هذه الجماعة، وكنت في الـ في الـ في الـ في القرية أحضر مع ما نسميه في المغرب الطلبة، وهم حافظة القرآن الكريم. حافظة القرآن الكريم في المغرب يقومون بما يسمى الدور، وهو جولة على جميع القبيلة، جولة على الدكالة مثلا. فحينما يصلون إلى منطقتنا، كنت أنا طفل صغير 14 سنة 15 سنة، وكنت ألقي المواعيد، يقدمونني بينهم، حافظة القرآن يقدمونني بينهم، لأنني كنت لدي ثقافة كبيرة في الدين وألقي المواعيد. وحتى في جماعة العدل والإحسان بحضور يعني جميع المسؤولين وجميع المثقفين، كنت ألقي المواعيد فيها، لأنني كنت لدي علم واسع في العلوم الإسلامية، وأجادي الكبار المسؤولين في الجامعة، يعني محترمين جدا، أشخاص محترمين جدا، كنت أجادهم ونتناقش فقهيا. لكنني لست شيخا رسميا. أكيد هو لكن مرحلة الشيخ، يعني إذا كنت بالشرق سسموك شيخ، يعني فالقصد كان من سؤالي أنه مرحلة الإيمان والنفوذ الديني، خلينا نقول بين المتدينين. أو طيب خلينا نروح لمرحلة تانية يا أخي سعيد، كيف بدأت بالشك ولماذا بدأت بالشك؟ يعني أنا دائما كنت شكاك، أنا كنت شكاك من صغري، فقلت كنت أحاور خالي،
فلما خالي ناقشني رغم انني قلت هرطقه لكن كنت امارس الهرطقه فقط، ما كنت امارس هرطقه من اجل التغلب عليه. حين ينتصر خالي اقول له انتصرت، فهمت؟ احاول ان اكون عادلا. هناك امور جيده في شخصيتي لا ادري هل تعلمتها من الدين ام تعلمتها من ابي ام انها فطرتي السليمه، وهو انني اعترف بالخطا حين اخطئ بدون اي، ولم اكذب في حياتي ابدا الا 3 مرات، يعني كذبات صغيره، حتى الان لا اكذب. يعني انا انسان صريح، انسان ابحث عن الحق، لكنني تعرضت لخدعة، الأمر خدعة، حتى الأذكياء يخدعون. أكيد أكيد طبعا أكيد يخدعون حين يعطون ثقتهم لشخص لا يستحق، فهمت؟ لقد أعطيت ثقتي لأشخاص لا يستحقونها فخدعوني، فصرت أعتقد أن الإيمان فضيلة. حين تعتقد أن الإيمان فضيلة وتعتقد أن التفكير خارج الإيمان شر، أنت تسمح باختطافك، أنت تسمح لنفسك بأن تقع ضحية وأن تختطف، وحين تختطف لا مجال للعودة. إن لحسن الحظ يعني أنت عدت يعني بسلامة، و وأظن يعني تخلصت من الفكر الغيبي. يعني أنا تخلصت لكنني لم أعد بسلامة، لم أعد بالسلام. لقد عدت كجندي مليء بالجراح الداخلية والخارجية، محطم الأفكار، مزعزع النفسية. لقد فقدت ثباتي وفقدت سلامتي العقلية. يمكن أن نقول أن الإنسان يفقد سلامته العقلية ويفقد استقراره النفسي، لأن العبور بين عالم الشك وعالم الإيمان لا يتأتى بدون المرور من مرحلة الحمق الكامل. الحمق الكامل يجب أن تشك في كل ما كنت تعتقد لتمر الى الى العالم الاخر، لا يمكن ان تمر مرور جزئي والا ستبقى متردد. قلت في الكليه امضيت 7 سنوات في الكليه، لانني كنت ادرس في اكثر من كليه وكنت واكثر من معهد، وتعرضت للسجن في احدى سنواتي. الكليه كانت مده طويله امضيتها مع العدل والاحسان، خلاصه تجربتي مع العدل والاحسان حوالي 10 سنوات. وكنت حين يكون الطلبه يستعدون للامتحانات عبر الحفظ، قال الشيخ وقال أبو حنيفة وقال فلان وفلان، كنت أكره أن أحفظ أقوال الأئمة، كان شيئا مكروها جدا لدي. فكنت أتذكر المقولات والأفكار فقط وأكتب في الامتحان، وقال أحدهم لا أدري من هو، المهم أنني أتذكر هذه القولة، لكنني لست مستعدا لتذكر هل كان أبو عقربة أم أبو حنظلة أم أبو حنشة، لا أدري، المهم أحدهم، قال أحدهم. الأفكار أتذكرها جيدا لأن الأفكار تؤسس للفرضية، لكن الأشخاص لا أتذكرهم، كما أنني كنت لا أحفظها، الناس يحفظون، لكنني كنت أحضر معي أوراق بيضاء وأحلل تلك الأفكار، أحلل الأفكار نفسها وأقوال الأئمة نفسها. فمثلا لم أقتنع يوما بمسألة الإجماع أبدا، حتى حينما كنت سلفيا مسألة الإجماع لم تدخل رأسي. ما معنى الإجماع؟ إجماع حول دليل، فالدليل هو الدليل، الدليل هو المصدر التشريعي، وإذا كان الإجماع حول هراء فارغ فهو غير ملزم. إذن على خلاف جميع علماء الإسلام لم أقتنع يوما بمسألة الإجماع. ثم كانت لدي نقاشات أخرى، كنت دائما أستخدم عقلي. في 2005 لما غادرت العدل والإحسان نتيجة لأنه ممل، أصبح ممل، أمضيت 10 سنوات في العدل والإحسان، وحين تمضي هذا القدر من
يعني احيانا تشاهد حلقات مكرره تفهم يعني حلقه او فيلم مرتين ثلاث مرات، انا لا اشاهد فيلم اكثر من مره يصبح ممل. غادرت العدل والاحسان وصرت مدون، افتتحت كان لدي مقاوله صغيره لخدمات الانترنت سايبر كافي، ف صرت اكتب في الانترنت. انا في جامعه العدل والاحسان يعني في اللجنه الاعلاميه الوطنيه، كنت اصور وكنت اكتب مقالات، وكما حكيت لك في الثانوي انني اصدرت مجله وانا في مرحله الثانوي، وكتبت مقالات وانا في مرحله الثانوي في جريده لندن العالميه، جريده لندن الدوليه كتبت فيها مقال وانا في مرحله الثانوي. كنت احب الاعلام. في سنه 2005 كان عمري انذاك حوالي 25 سنه، بدات رحله جديده وهي محاوله التوفيق بين الاسلام والعلم، وبين التوفيق بين الجماعات الاسلاميه خصوصا السنه والشيعة، التوفيق بين السنه والشيعة، معرفه الخلاف، التوفيق بين المذاهب. ايضا لم اؤمن بها ابدا لم اؤمن بمساله المذاهب المالكي الشافعي الحنبلي، لم اؤمن بها ابدا، لان استاذي كان سلفيا وكان لا يؤمن بمساله المذاهب، فتعلمت منه ان المذاهب اننا يجب ان نتفهمنا. كان هناك المذهبية الكبرى اللي هي مذهبية بين الشيعة والسنة، هذا كان موضوع شائك جدا. جماعة العدل والإحسان كانت لديها رؤية مقبولة، جماعة العدل والإحسان لديها رؤية مقبولة تميل أكثر للشيعة دينيا لكنها تميل للسنة سياسيا. فكنت أدرس كثير، حاول أوفق بين العلوم والدين أو بين السنة والشيعة وبين الفرق الإسلامية، وكانت رحلة لمدة 10 سنوات. توجتها بتأليف كتاب حول ما في القرآن وما هو ذو طبيعة بشرية، يعني ما هو ما التمييز بين الأمور النابعة من الوحي القطعية والأمور التي يمكن أن تكون ظنية وهي مجرد اجتهادات. فمثلا اكتشفت في خلال هذه المرحلة أن محمد رسول الإسلام أحيانا يتصرف كبشر مثل أي البشر، كأب أحيانا يتصرف كأب حين منع بناته من الزواج من ابن أبي جهل مثلا، قال لهم إن أراد أبو جهل أن يتزوج، إن أراد علي أن يتزوج بنت أبي جهل فليطلق رسول الله وبنت عدو الله في بيت واحد. إذن محمد يعترض على الإسلام. خائف على مصلحة بنته أو كشخص لا يريد أن يجرح في شرفه. لا يتصرف كرسول، او حينما يكون في الحرب ويعطي اوامر في الحرب فهو يتصرف كزعيم او كقائد حرب ولا يتصرف كرسول. فكان يعني وطريقة الدولة المدنية، لكن اخطاء التي كنت اعمل عليها هي نظرية القوانين المتوازية، أنه من أجل أن تكون الدولة دولة مستوعبة لجميع الحيثيات يمكن أن نسمح للمسلمين بتطبيق الشريعة الإسلامية في توازن مع القوانين العلمانية. مثلا السماح للمسلمين بالزواج 4 نساء، إن قبلت المرأة وقبل الرجل في حالة التوافق، وزواج المدني يعني نفتح الخمارات ونفتح المساجد ونفتح المحاكم المدنية ونفتح المحاكم المدنية ونفتح المحاكم الإسلامية، وكل يختار ما يريد. وحينما يريد أن حينما تأتي الوفاة يمكن للميت أن يوصي بتطبيق الشريعة الإسلامية في تقسيم إرثه. الصوت أظن أخي سعيد،
اتمنى الاخ سعيد الكونكشن يثبت الكونكشن مره ثانيه، الكونكشن تعبنا. اصدقائي انا بشجعكم انه تكتبوا تعليقات واسئله تحت الفيديو. سعيد انت معنا؟ والدوله المدنيه انت معنا اخي سعيد؟ اخي سعيد انت معنا؟ اسمعني. طيب للاسف الشديد بصراحه يعني الاخ سعيد قصه رائعه، وانا كنت اتمنى يكون كونكشن افضل. ممكن تعود من فضلك؟ ممكن تعيد؟ اخي سعيد اظن بس الكونكشن فقدناه، يعني ما عاد تذكر من اين بصراحه الاضلاع المتوازيه. اظن كنت تحاول كنت عم تحكي عن المحاكم الشرعيه ومحاكم المدنيه. اخي سعيد اذا سامعني؟ انا ما سمعتك. طيب انا اسمعك هلا، اسمعك اذا كنت تسمعني. نعم اسمعك. كنت انت عم تحكي من انقطع الكلام من وقت ما كنت عم تحكي عن المحاكم الشرعيه ومحاكم مدنيه، الاضلاع المتوازيه كنت عم تحاول تعملها. تفضل. هذه الأنظمة المتوازية توجد في إسرائيل. الأنظمة المتوازية، آسف. نعم، الأنظمة المتوازية توجد في إسرائيل. فإسرائيل تسمح ببعض هناك إنما حاكم إسلامي. وأنا التقيت قاضي في القيام بالزواج والطلاق والإرث على الطريقة الإسلامية، لكن المحاكم المدنية المحاكم القانون الجنائي يمنع الزواج. كنت إذا ذهبت لزوجتك يزوجوك إياه، ما في مشكل، المحكمة الشرعية يزوجوك إياه، بس البوليس راح يقبضوك عند الباب ويديوك للسجن لأنك خالفت. بالضبط. الصوت شوي تعبنا اخي سعيد بصراحه، الصوت تعبنا، وانا كنت اتمنى يكون الصوت اوضح من هيك. خلينا ندخل مرحله التحول، يعني مرحله التدول. يعني انت كنت شك طول حياتك، شكاك، وشو اللي خلاك مثلا تتحول؟ الاسباب التحول، ليش تحولت؟ يعني صرت تفكر بطريقة مختلفة. يعني لما درست التاريخ، أنا درست، لدي إجازة في الدراسات الإسلامية وهذا تخصصي، درست سنة واحدة في القانون والشريعة، يعني لدي إلمام بالقوانين، وهذا ما استعنت به لما كنت أصيغ دراستي القانونية، ساعدتني في صياغة نظرية الأنظمة المتوازية. فأنا اعتمدت على نظريات قانونية وكتب قانونية، يعني لم تكن مجرد هلواسة. 12 درست التاريخ، ثم لدي دبلومات أخرى في الإعلاميات. بحث الإجازة الخاص بي كان دور الذكاء الصناعي في خدمة الحديث النبوي الشريف. كيف نشدوا 80,000 كتاب تتكلم حول الحديث النبوي وندخلها للحاسوب ونطور برنامج يدرس الحديث عن طريق الذكاء الصناعي، برنامج نعلموه كيف يميز بين الأحاديث وهو يتعلم، يعني نعلمه أكثر وأكثر وأكثر حتى نعيد تصنيف الأحاديث كلها الى ضعيفة وصحيحة وقوية وغير قوية. يعني هذا هو بحث الإجازة في الدراسات الإسلامية. فأنا أحاول أن أجمع بين العلوم، أحاول أن أجد نقطة التقاء بين العلوم. فلما درست التاريخ 2012 درست فقط سنة واحدة تاريخ، ف
فدرست التاريخ المصري وحبيت التاريخ المصري، بس المشكل واكتشفت فيه أشياء. أنا الآن أعرف عن يقين تام أن موسى كان في 1550 قبل الميلاد وليس 1400 كما يعتقد اليهود والمسيحيين والمسلمين. لدي يقين تام لأنه يوجد في مصدر تاريخي أوصاف دقيقة جدا، اسم فرعون بالضبط، يعني معلومات وثيقة. لكنني اعتقدت أنه يمكن التوفيق بين القرآن وهذه المعلومات، فلما اعتقدت أنه يمكن التوفيق كان لازم علي أكذب بعض الحقائق المذكورة في التاريخ المصري، كان لازم علي أجد أنها كذبة. كنت أعتقد أن الكذب في التاريخ المصري وليس في القرآن الكريم. فطرحت نظريات، منها مثلا نظرية قراءة الهيروغليفية بالخطأ. فلما اعتقدت أن الشامبليون قرأ الهيروغليفية بالخطأ وأنني يمكن أن أقرأها بطريقة مختلفة، لما صرت أشتغل على هذا المجال ما نمت لمدة 7 أيام تقريبا بدون نوم. فسبعة أيام بدون نوم جاتني هلوسات، رحت أهلوس وحاولت، يعني أصبح في إطار التوفيق وقع لي ما وقع لشامبليون نفسه، لأن شامبليون نفسه كاد يصاب بالحمق عدة مرات. لأنك تحاول التوفيق بين ما لا يمكن التوفيق بينه، وتعتقد أن الخطأ فيما هو صواب، وتعتقد أن الصواب فيما هو خطأ، وتحاول أن توفق لكنك تطرح الفرضية الخاطئة. أنت فقط تطرح الفرضية الخاطئة. لم أكن منفتحا على فرضية أن القرآن يمكن أن يحتوي على خرافات، فكنت أبحث عن قصة ذو القرنين. لما درست التاريخ عرفت أن إذا وجدت دلائل أثرية على ما هو في القرآن الكريم فراح أصيب. إذا وجدت دلائل على قصص القرآن الكريم في التاريخ المصري أو بجانبه، وأهم هذه الدلائل روح قصة ذو القرنين وقصة سليمان. القصص دي 3 قصص لا ممكن تحدث بدون ترك أي أدلة. سليمان سفن، معبد كبير جدا، ملك الأرض السماء الجن، يعني شيء كثير، أشياء كثيرة جدا. فذو القرنين يعني هنا معطيات جغرافية في ذو القرنين، وصل إلى مشرق الشمس، مغرب الشمس، وبين السدين، وياجوج وماجوج. دي أمور ما تختفي من الوجود بين ليلة وضحاها ممكن. أو مثلا قصة سليمان ذو القرنين، قصة نوح، سفينة نوح لازم نلقاها. فاللي شجعني الصوت رجع، اظن في مشكله بالصوت صار. اتمنى ترجع الصوت يرجع لطبيعته. تفضل اخي سعيد. طب انا بعتذر اصدقائي من الكونكشن التعبان، وانا بوعدكم نسوي حلقات مع الاخ سعيد بس وبجوده عاليه. انا يعني ما بعرف ظروف الاخ سعيد يعني، ولكن انا بوعدكم انه في المستقبل يعني قصه الاخ سعيد بصراحه رائعه، يعني انا كثير 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 معجب فيها. يعني انا بتمنى الوضع يتصلح هلا ونقدر
نفهم القصة كاملة يعني، هي بس هيك بيكون متعب شوي للمستمع. أخي سعيد أنت معنا؟ الآن أنا معك، كان حصل انقطاع. آسف، آسفين على أنا معك. ولا يهمك، ولا يهمك، تفضل، تفضل أخي سعيد من قصة هاجوج وماجوج. قلت ياجوج وماجوج وقصة نوح وقصة سليمان ما ممكن تحدث بدون ترك أثر. فأنا حاولت إيجاد الأثر في تاريخ مصر القديم، وحتى الآن لدي نظريات، لكنها فقط مجرد نظريات غير موثوقة 100%. لدي نظريات حول جميع هذه المواضيع، لكن كنت أعتقد أن القرآن يحتوي على حقائق، وصرت وكان عدد الحقائق اللي يعني البرهنة عليها خلال أسبوع واحد، كان كم المعلومات التي اكتشفتها خلال أسبوع واحد أحتاج سنوات لكتابتي، فهمت؟ لأنني استطعت التوفيق بين جميع الجزئيات. ثم أشخاص، كان هناك أشخاص في الفراعنة يعملوا ذو القرنين، يعني عندهم قرون في التماثيل بتاعهم، فكان فيها سفن، فكان فيها يعني اكتشاف، يعني التاريخ المصري غني جدا. وصرت تلفيق، أقوم بمحاولة تلفيق بين التاريخ والقرآن. هي مجرد نظريات، يعني أحاول إيجاد نظريات، ثم لازم أدرس كل نظرية لوحدها. الأمر سيأخذ سنوات طويلة جدا، لكن المرحلة الأولى مرحلة تسطير نظريات، كنت أسطر حوالي 20 نظرية 30 نظرية في اليوم. يعني الدماغ يعمل ولا أنام لمدة 7 أيام لا أنام، ولم آكل لمدة 7 أيام، لم أنام ولم آكل إلا قليل قليل جدا. فعقلي صار منفتح على أكثر الأفكار تطرفا، عقلي صار منفتح على أكثر النظريات تطرفا. ثم فيما بعد سأقوم بفلتراتها، يعني كانت فترة يمكن تقول يحصل لك إلهام، يعني ممكن توصل لنظريات ما ممكن يوصل لها الإنسان العادي، نظريات خارقة جدا، يعني أفكار كأنك تستقبل الوحي، فهمت؟ يعني مفاتيح ما ممكن الإنسان العادي يستقبلها، وكأنك تشغل 40% من الدماغ عوض 20% العادي، كأنك تشغل أكثر من هذا النظر، وكأنك تتواصل مع كائنات من 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 مجالات أخرى، فهمت؟ يعني حالة مثل حالة الانتشاء بالمخدرات، فهمت؟ حالة كبيرة من النشوة والسعادة وقوة التفكير. لما شربت رحت للمستشفى، أعطوني حبوب النوم، فأخذت حبوب النوم، نمت لمدة يوم كامل تقريبا 24 ساعة، بعدها فقت. شخص فقدت حالة الانتشاء، لكن النظريات بقيت مسجلة، بعضها بقي مسجلا وبعضها بقي في ذهني، فصرت أكثر عقلانية في دراسة هذه النظريات، يعني أدرسها وكأنه شخص آخر. اشتغلت على الموضوع لمدة سنة تقريبا. للأسف البطارية الآن ستنتهي، أعتقد أنه سيتوجب علينا إنهاء الحديث. طيب أخي سعيد، هو بصراحة خليك معي أخي سعيد، هو بصراحة الحلقة هي يعني الصوت كان تعبنا، وأنا كتير مبسوط معك بحديثك، وأنا كتير متشوق أسمع قصتك كاملة. أنا أقترح أن نسوي حلقة أخرى لتجربتك، واحتمال نعمل حلقات أخرى، يعني أنا بتمنى نتواصل ونعمل حلقات أخرى عن مواضيع مختلفة كمان، ولكن بدنا نشتغل على وضع الاتصال كمان، يكون اتصال جيد بكل صورة. فالآن إن شاء الله راح أستسمح، راح أودعكم، ويكون لنا لقاء إن شاء الله قادم. شكرا أخي سعيد، أنا بتشكرك كثير أخي سعيد على الوقت، وأنا يعني راح أشتغل معك على مسألة الكونكشن ونعمل حلقات أخرى، وأنا كثير سعيد بالتسجيل معك، وقصتك رائعة بصراحة، أنا لن أفوتها نهائيا. شكرا.
حبيبي سعيد، شكرا، شكرا كثير، مع السلامة. مع السلامة، شكرا جزيلا لك، مع السلامة. أصدقائي أنا بشكركم كمان للمتابعة، وبعتذر كثير على يعني سوء الاتصال التكنولوجي هي من عند الأخ سعيد. الأخ سعيد بصراحة يعني قصته رائعة، وأنا بتمنى أكيد راح نسجل حلقات تانية، وأكيد راح نوجد حل لمسألة الاتصال هي تكون اتصال جيد يعني. ويعني أكيد راح نعمل مع الأخ سعيد حلقات جيدة أخرى. أنا بس ناخذ شوية تعليقات اللي جتنا من على اليوتيوب، نشوف ونغلق الحلقة لأنه صار ساعة ونص كمان بيكفي أظن، مشان ما نطول على أصدقائنا. في الأخ نوفا عم بيقول يا نهار أبيض يا سعيد، ده أنت كادر في الحزب بقى. الأخ محمد فاضل بيقول سلام أخ جان، سؤالي لضيفك، هل بحث في أديان غير الإسلام؟ يا ريت تقوم بحلقة أخرى. أكيد أخي فاضل محمد راح نعمل حلقات أخرى مع الأخ سعيد. يعني أنا بصراحة يعني أعتذر على هالوضع هذا الكونكشن، وأظن يعني أكيد راح نقدر نساوي يعني نتخطى هالمرحلة، نتخطى المسألة هي، مسألة الكونكشن هي. الأخ نوفا مان عم برجع بيقول عند أي مرحلة قلت كفاية وتحولت عن الدين؟ الأخ أحمد عم بيقول الدين مثل الفيروس، عندما يصيب عقل الإنسان يصبح هذا الإنسان أسير لهذا الفيروس، الحل هو محاربة الفيروس وليس حامل الفيروس. بكل تأكيد أخي أحمد، هذا الصح، هذا الوضع الطبيعي أنه تحارب الفيروس، والفيروس هو الدين، هذا الدين الإرهابي هذا للأسف الشديد. الأخ علي عبد الله عم بيقول أظن يعني سؤاله خارج عن الحلقة، وأنا أخي علي أنا آسف كثير يعني، رح بدأت أعمل ردود على التعليقات، وأنا أكيد رح أعلق على تعليقاتك في حلقة خاصة بالتعليقات. يعني أنا آسف كثير بصراحة، والمشكلة في السؤال طرحته أكثر من مرة أنت أظن وحكينا فيه. يعني عم تقول أولا تحياتي لكم، عندي تعليق قد يكون خارج الحلقة، وتحياتي لكم. هناك خطأ حدث، قلت أني إيراني لكني لست إيراني، أنا عربي وأتكلم العربي اللغة العربية، هذا فقط للتوضيح. ولبنان وعراق ومصر ليست دول علمانية، لكن يعني بصراحة أنا ما عم بقدر أفهم أجمع بين الأفكار اللي عم تطرحها، وفي كتير أغلاط يعني أنا ما عم بقدر أضبطها بالكتابة. يعني هي اللي خلاني ما أقدر يعني أتابع معك السؤال أو أي. طب خلينا نشوف سؤال تاني، يعني قد يكون سياسي لكن أسئلتي كلها سياسية، وسؤال هو من قارن يعني بصراحة عم تقارن بين الدول الشرقية مثل صربيا وكورونيا وسلوفانيا وروسيا وبيضاء والتشيك سلوفاكيا ودول أوروبا غربية. يعني أنا من السياسيين هنا أخي علي، بصراحة من السياسيين، أنا لست سياسيا ولا أحب السياسة وما بحب أحكي بالسياسة، ولكن مرات يفرض الوضع عليه فنتطرق للسياسة، وليس أنه موضوعنا السياسة. أنا بتمنى من كل أصدقائي أنه ما يطرحوا أسئلة سياسية، لأنه السياسة أنا ما لي علاقة فيها، أنا في موضوع هو الدين الإسلامي، هو الفكر الإرهابي، هو الديانات يعني كل الديانات والأفكار الغيبية، هي مشكلتي أنا. وأنا أؤمن إذا حررنا الإنسان من الفكر الغيبي كل شيء سيتصلح تحصيل حاصل. يعني اليوم إذا الإنسان فكر بمنطق العلم وبمنطق العقل، أظن الإنسان راح يصل لمرحلة من السلام والرخاء لم يحلم بها من قبل. يعني شفنا أوروبا قبل ما أحداث، يعني شفنا الاتحاد الأوروبي خلينا نقول من الستينات للألفين، يعني بعد ما
قبل ما يجوا الارهابيين يدخلوا اوروبا ويعملوا المشاكل هاي. على كل اصدقائي في شغله ثانيه انا احب انه نوه لكل اصدقائنا اللي يحبوا يجاهروا معنا، اهلا وسهلا فيكم، بشرط ما تكونوا في يعني مثل ما بقولوا في خطر لا نفسي ولا جسدي. وانا اشجع كل انسان اذا ما عندك خطر نفسي او جسدي عليك بيجي ويجاهر معنا. مستعدين مثل ما قلت اعمل كل نهار 20 حلقة، اقعد ورا الكمبيوتر طول النهار استقبل التجارب الاصدقاء المجاهرين الجدد، ونعمل حلقات بكل المواضيع، ما عندي اي مشكلة. في شغلة تانية كمان، اللي ما بقدر انه يجهر بصورته او شيء من القبيل، في نحن عملنا منبر الالحاد، ياريت تبعتوا لنا الصوت بس ريكورد يعني تسجيل صوتي تحكي عن تجربتك، ونحن ممكن نعرض بس صوت وبدون اي صورة، وبدك تحكي اي تفاصيل انت بترجع لك ما في اي مشكلة. فهذا كان اللي كنت بدي اقوله بنهاية الحلقة. انا بشكركم كثير اصدقائي، واشوفكم في حلقة قادمة. الى اللقاء في حلقة قادمة. شكرا لكم.